منطقة الساحل والصحراء باعتبارها منطقة خصبة لنمو التنظيمات الإرهابية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويرجع هذا الأسباب تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن في البلاد بشكل كبير. ربما الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من العمليات استشهاد مدنيين وعسكريين على حد سواء. يعني نعم، تفضل يا استاذ رشا. ربما تشهد المزيد الكثير في الامر، اول الملاحظ من خلال هذه العمليات انه الهدف منها هو اثاره الفزع ومحاوله فقط لاثبات الذات والاعلان عن ان هذه التنظيمات ما زالت نشطه وما زالت تقوم بادوار مختلفه. ربما هذه المنطقه من افريقيا كانت مؤهله ان تحتضن الاحياء الثانيه او العوده الثانيه لتنظيم داعش بعد هزيمته في سوريا والعراق وداخل الحدود الجغرافيه التقليديه ل خلال عام 2018، ولكن ربما ما خلفته جائحة كورونا تداعيات وأيضا بعض الأسباب السياسية والعسكرية داخل حدود سوريا والعراق سمحت بإعادة تمحور داعش، ولكن تظل منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا هي منطقة مهمة جدا جدا للتنظيمات الإرهابية، منطقة بها موارد كثيرة يمكن الحصول عليها. هذه التنظيمات تحصل على مبالغ وموارد ماليه عاليه جدا من خلال خصم بعض الرعايه الاجانب من الممثلين الدبلوماسيين للسفارات في هذه البلدان خاصه في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. يعني ربما التقارير اشارت لزياده معدلات خصم الدبلوماسيين وممثلي الدول الغربيه وطلب فديه بملايين الدولارات مقابل الافراج عنها. طيب هل الفتره الماضيه شهدت ايضا تعامل هذه التنظيمات بحرق الاسواق وترويع الامنين داخل البيت، لها تصرفات جديده. ربما كانت تمارس هذه التنظيمات عمليات قتل مسلح على الاماكن التجاريه، على المصانع، على الاماكن التي تحصل منها على تمويل او مدخرات ماليه، ولكن في الوقت الحالي بدا هناك عمليه لاثاره الفزع بين المواطنين. ربما بعضهم فقير يعني او معظمهم لا يملك اصلا موارد ماليه او مدخرات تحصل منها الجماعه على تمويل، ولكن الهدف من الموضوع هو الاعلان عن نفسهم وانهم موجودين، وربما هذا هو اعاده لاحياء داعش بعمليات نوعيه في منطقه صغيره ليس بها قيادات امنيه او ليس بها تفتيت امني او تغطيه امنيه. يعني يمكنها التصدي لهذا. رشا اسمحي لي، عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تليبراي تحديدا على الحدود متخمة مع مالي وبوركينا فاسو، هل هي كما تفضلت لأسباب أمنية، وهل يمكن أن تدفع للسلطات والمصادر الأمنية المتواجدة في النيجر من أجل التعاون مع السلطات في كل من مالي وبوركينا فاسو على الأقل للتخفيف من حدة الهجمات؟ يعني خلال السنوات الماضية كان هناك قوات دولية تعمل على تقليل حدة التنظيمات، ربما لا تدخل معها في صدام مباشر أو لا تدخل معها في عمليات عسكرية مباشرة، ولكنها كانت قوات دولية على الأقل مسؤوليتها حماية السفارات الدبلوماسية والممثلين الهيئات الدبلوماسية وممثلي الأمم المتحدة هناك. ربما تلجأ بعض الدول لزيادة عدد قواتها هناك، ولكن الأمر يظل مستبعد في ظل الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع الدول. يعني العالم كله منشغل في وجه كورونا، العالم كله منشغل بتوفير موارد مالية تكفي ما بعد الجائحة ويمكنها أن تغطي الخسائر الاقتصادية الفادحة التي خلفتها الجائحة، وبناء عليه فاحتمالية أن تدعم الدول العظمى أو القوى العظمى في العالم أو الدول التي تملك أن تبعث أو ترسل قوات عسكرية إلى هذه المناطق، ربما هذه الاحتمالية تظل ضعيفة، خاصة أن تنظيم داعش داخل الحدود التقليدية التي يواجه فيها التحالف الدولي في سوريا والعراق قد عاد مجددا وقد عاود عملياته، وربما هذه المنطقة أولى بالدفاع من نيجر ومالي وبوركينا فاسو لانها منطقه مصالح مشتركه مع الولايات المتحده، وبالتالي هي منطقه مهمه، ولكن يظل الامر يعني مرتبط بامكانيات الفنيه وقدره هذه البلدان على تحقيق نمو اقتصادي او تحقيق مشروعات صغيره، لانها بلدان خصبه جدا بها موارد تتعلق بالغاز وموارد تتعلق بالمعادن المستجدة والفحم وغيره،
فلما كانت الدول من تخفيف الاستثمارات وضخ الاستثمارات وتأمين هذه الاستثمارات ضد هذه الجامعات فالامر سيكون سهل في مواجهتهم، ولكن اذا ظل الامر على ما هو عليه فسوف تنمو الجامعات الى حد اكبر من ذلك بسبب العمليات بشكل كبير خلال الفتره المقبله. نعم أشكرك جزيل الشكر رئيسة تحرير موقع العربي ستريت الأستاذة رشا عمار على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من القاهرة.